بعد إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي، فقد عززت 6 مواقع أردنية أثرية من مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية. ويأتي اختيار السلط هذه المرة على جدول القائمة بسبب احتوائها على الكثير من الأماكن الأثرية والتاريخية والدينية، إضافة إلى التكافل الاجتماعي بين سكانها مسلمين ومسيحيين، مما دعا لجنة التراث العالمي في اليونسكو إلى اعتبارها مدينة التسامح والضيافة الحضارية. إلى التفاصيل في سياق التقرير التالي. لمدينة السلط تاريخ عريق ومجيد، حيث ساعد موقعها الجغرافي لأن تكون مستقراً لحضارات مختلفة على مدى قرون من الزمان. وعلى الرغم أن اليونسكو أطلقت عليها مدينة التسامح والضيافة الحضارية، إلا أن أهلها فضلوا تسميتها بمدينة الأوائل، كونها تضم أقدم مدرسة ثانوية في المملكة وخرجت الكثير من رجالات الدولة. أقيمت مدينة السلط على سلسلة تلال جبلية تمتلئ بالمباني المشيدة بحجارة صفراء، إذ تضم في أحيائها أكثر من 1000 بيت تراثي كانت تمثل عصراً ذهبياً لبلاد الشام ورافداً أساسياً لها في العهد العثماني. ومن أشهر معالم مدينة السلط عمارة أبو جابر ودير اللاتين وشارع الحمام الذي يخترق جنبات أسواقها ومعالمها، كما أن مقام الخضر يحمل رمزية دينية بتناغم سكان المدينة من مسلمين ومسيحيين. ولعل التكافل الاجتماعي بين الأسر في مدينة السلط وعدم وجود أحياء منفصلة على أساس ديني هو من الميزات الواضحة للمدينة، وزادها أهمية كذلك خصائص العيش المشترك وثقافة التسامح والوئام بين عموم أهلها، مما شجع القائمين على البلدية ومؤسسة إعمار السلط لبذل جهودهم على مدار السنوات الماضية لترشيحها لأن تكون على قائمة التراث العالمي. كانت البداية الدراسة كثير محاولات أن نسجل السلط على قائمة التراث العالمي، لكن الملف الأول الذي قدم في 2016 كان يتحدث عن الأبنية التراثية والعمارة الانتقائية ما بين الفترة ما بين 1865 لغاية 1925. لم تروى قصة المدينة بشكل واضح، لذلك في 2017 ردت اليونسكو هذا الملف. بعد ذلك بدأنا بدراسة ما هي نقاط القوة التي سندرجها بالملف الجديد لكي نصل إلى التسجيل. فكانت هدفنا الأساس هي رواية قصة المدينة وعاداتها وتقاليدها وطبيعة الحياة الاجتماعية فيها والتسامح الديني الإسلامي المسيحي الذي يسجل في الأردن عامة، لكن يظهر في مدينة السلط جليا بأن السلط ليس لديها مناطق سكنة منفردة للمسيحيين، الملكيات متجاورة والسكن متجاور، وبعض البيوت كان فيها مسيحي ومسلم وفلسطيني وأردني في نفس المكان. هذا كان لابد أن نثبت بأن لدينا هذه القيمة الفريدة بإثبات بالملكيات، وأثبتنا وجبنا ملكيات كل منطقة الجدعة ومنطقة الخضر، وأثبتنا أن كل الناس كانت تسكن متجاورة، وقلنا أن السلط كان لها دور كبير وضخم جدا في حماية طريق الحج الإسلامي المسيحي. أخوانا المسلمين كانوا يجوا من مكة إلى القدس الشريف، وأخواننا المسيحية كانوا يتجهوا باتجاه بيت لحم ونهر الأردن المقدس.
هذه الحماية كان أبناء السلط يقدموها لهذه الحجاج وكانوا يدفعوا ثمنها من جيوبهم. تنبهت مؤسسة إعمار السلط باكرا لأهمية إدراج السلط على هذه اللائحة، وقامت بالاهتمام بالتراث، عملت عدة دراسات ومخطط شمولي لإدارة الوسط التراثي وإعداد مسارات سياحية وترميم بعض البيوت التراثية واستملاك بعض البيوت، ترميمها وتحويلها إلى متاحف، والتعاون مع الجهات المانحة للعمل على إشراك المجتمع المحلي وإظهار العادات والتقاليد والعيش المشترك الموجود في مدينة السلط، منها على عدة مسارات، كان منها مسار الوئام الديني اللي هو المسار اللي كان له الدور الأهم بإدراج السلط على لائحة التراث العالمي، لأنه بيحكي عن العيش المشترك الإسلامي المسيحي الموجود في مدينة السلط، كيف الناس عايشة بتآخي ووئام، وكيف السلط عبارة عن مزيج من الجنسيات اختلطوا مع بعض ليشكلوا نسيج متجانس في مدينة السلط بيعكس صورة عالمية ومثال عالمي يحتذى. قمنا بعمل الملف استنادا الى المتطلبات الدولية للمنظمة من حيث الشكل وعناصر الملف ومظهر التقديم. من حيث الشكل، هو الملف كان في ثلاث اجزاء. الجزء الاول هي تقديم القيمة العالمية الاستثنائية وميزات مدينة السلط، والجزء الثاني هي تقديم خطة لإدارة الموقع بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي، والجزء الثالث هي تقديم كافة الشواهد والإثباتات من الميدان والدراسات التاريخية لتحقيق القيمة العالمية الاستثنائية للمدينة. وكما أسلفنا القول، فإن لمدينة السلط حسب جمعية المؤرخين الأردنيين تاريخا عريقا يمتد لقرون طويلة، حيث شكلت المدينة على مدى العهود السابقة مزيجا من المعاصرة المشرقة والماضي المجيد، لتبقى شامخة بتاريخها وإنجازاتها. مدينة السلط من المدن العريقة التي مرت عليها عصور مختلفة، فقد دلت الاكتشافات الأثرية إلى أنها تعود إلى حوالي 1008 قبل الميلاد، وقد مرت بظروف معينة ساعدها على ذلك، إلا هو وفرة المياه واعتدال المناخ وخضرة الغابات والأشجار الموجودة فيها. ولكن عند بداية الفتح الإسلامي لم تورد لنا المصادر أي معلومات عن مدينة السلط، وربما أن اسم البلقاء قد غلب على هذه المدينة فكانت تذكر البلقاء ولا تذكر السلط. وفي أيام الحروب الصليبية اتخذها صلاح الدين الأيوبي قاعدة مهمة له، ورمم القلعة التي كانت موجودة بها، وبذلك استعادت المدينة ميزتها التي كانت موجودة لها، فكانت في العصر المملوكي فيما بعد إحدى المدن الثلاثة التي كانت مشهورة بالأردن، وهي السلط وعمان ومدينة حسبان. في القرن 19 عندما جاء بيركهارت وجد أنه ربع سكان المدينة هم من المسيحيين، والواقع أن من يستعرض العلاقة التي كانت موجودة بين المسلمين والمسيحيين لا يجد هناك اختلافا بينهما، سوى أن هذا يذهب إلى المسجد وذاك يذهب إلى الكنيسة، حتى النساء في الزي واللباس كان موحدا بين المسلمين والمسيحيين. ثم بدأت المدينة تستقطب الوافدين من مختلف بلاد الشام ومن مصر ومن ليبيا، وبذلك أصبح هؤلاء عبارة عن ثقافة جديدة في داخل المدينة، فبدأوا تطويرها، وبدأ بها العمران يزداد ويتخذ طابعا مميزا في بلاد الشام. وبقيت السلط على الدوام كبقية المدن الأردنية انموذجا للوئام والمحبة والتسامح، ويجسد ذلك العلاقة الاجتماعية بين أهل المدينة من مسيحيين ومسلمين، وحبهم لبعضهم بعضا، إيمانا منهم بأن العيش المشترك يقود نحو الازدهار والنماء، وأن الدين والإيمان يحثهم على حب الخير وحب الجار. لذلك فإن أهل السلط بصورة خاصة والأردنيين بشكل عام يشكلون أنموذجا فريدا من التلاحم الوطني
والتآخي فيما بينهم. مدينة السلط هي يعني مدينة التعايش ومدينة الأخاء ومدينة الخير والحب واللي بيجمع الإخوان الإخوة المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة. وحتى يعني إذا تألم جار من جار المسلم روح على المسيح والمسيح روح على المسلم بيكرموا لبعضهم. المناسبات الاجتماعية متكافلين فيها بزاوروا بعضهم، ما في مناسبة إلا أنا بدعي جار المسيح وهو المسيح بدعيني. يعني متآخين ومتواجدين في هذه المدينة منذ الأزل. وحتى بيوتنا الموجودة حاليا اللي هي التراثية يعني انبنت حيط واحد، يعني إذا بتطق على الحيط بسمعك جارك المسيحي، وأنا إذا بسمع يعني إذا أنا إذا صار عندي مشكلة أو هذا انتخيت بي بفزع لي وأنا بفزع له. وبالعكس يعني ما في حتى هاي الضائمة مش موجودة إنه وهذا كذا وهذا كذا، لا الكل إيد واحدة في هذه المدينة. نتألم مع بعض ونفرح مع بعض ومنعيش مع بعض على على رغيف خبز واحد. هذا إحنا اللي بنحكيه واللي مع بعضنا إن شاء الله دائما. وبنستقبل كل يعني زائر لهذه المدينة إحنا وياهم وبكل حب وبالورود. حتى من كنا صغار ربينا بحارة السلط ببيوت جدودنا، وجدودنا نثروا بذور المحبة والتسامح والضيافة للناس اللي مرة، فإحنا تربينا على هذا الحكي. ولهلأ الحمد لله نبتت هاي البذرة وأثمرت، وهينا منشوف نتائجها هلأ بالمحبة والتسامح بين أهل السلط كلهم. وختاما لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتهنئة والتبريك لأهل السلط وعموم شعبنا الأردني بهذا الإنجاز التاريخي والتراثي والإنساني لهذه البلدة، والتي سبقتها من قبل 5 مواقع أثرية في المملكة تم إدراجها على لائحة التراث العالمي، وهي البتراء، المغطس، قصر عمرة، أم الرصاص، ووادي رم، إضافة إلى السلط التي تعد الأكثر حفاظاً على التراث المعماري. وكل ذلك تكلل بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة التي غرست قيم التسامح بين أفراد مجتمعنا الأردني الذي اجتمع على حب الوطن وقيادته. لقناة نور سات، محمد لوشاح، السلط.